ending our lives. بكرة الجمهور على موعد مع أمسية شعرية لايف للأمير الشاعر عبد الرحمن بن مساعد، بيستضيفها وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان في بث مباشر على صفحته بإنستغرام. هذا الشيء ضمن إطار برنامجه الأونلاين الجديد ضيف بدر اللي سبق وخبرناكم عنه من قبل لما كان محمد عبده ضيف البرنامج بجلسته الأولى واللي كانت ترند وقت عرضها. كمان خبرناكم عن الجلسة الثانية اللي كانت الأسبوع الماضي مع ماجد المهندس ورشيد الماجد. وطبعا أمسية الغد مع الأمير عبد الرحمن بن مساعد حتكون مميزة، والناس دائما بتنتظر أي مناسبة بيظهر فيها الأمير الشاعر للاستمتاع بجلساته والشعر الجميل يلي بيلقيه خلالها.